أنا اتخبطت في صدري، ومن ساعة ما اتخبطت ألم مبرح مع كل نفس، مع كل كحة، مع كل عطسة، مع كل متوبة، مع كل حركة بيحصل لي ألم جامد. أنا عندي كسر في الضلوع، هل الكسور اللي في الضلوع دي بيتعمل لها كبيرة؟ هل بتتلزق؟ هل بيتعمل لها حاجة؟ حقيقة الكسور اللي في الضلوع من الحاجات اللي ليها ألم فظيع، وبتبقى مزعجة جدا بالنسبة للمريض، خصوصا كبار السن. هل ده بيخلينا محتاجين ان احنا نعمل لها تثبيت او كده؟ للأسف الضلوع من الحاجات اللي صعب ان احنا نثبتها في مكانها، لان ربنا عمل لنا القفص الصدري ينفخ عشان الهواء يدخل ويطلع تاني، فأي حاجة هتحاول ان هي تقلص هذه الحركة هتأثر في النفس بتاع المريض. ولذلك في معظم الأحوال العلاج بتاع الكسور بتاعة الضلوع او كدمات الصدر هي مسكنات، والمسكنات بتتاخد لغاية ما تخلي الألم يبقى محتمل، بحيث ان الشخص وهو قاعد في الوضع الطبيعي يبقى مستحمل الالم. الامور دي بتتحسن مع الوقت، الوقت في الاغلب بياخد ما بين 4 ل 6 اسابيع، لكن التثبيت بنلجأ ليه في حالات قليله قوي تتعدى في معظم الاحوال حوالي 10 ل 15%، وعاده بيبقى ليها اسباب، يا اما ليها علاقه بالالم المبرح المزمن اللي بقاله فتره طويله مش راضي يتحسن، او ليها علاقه بان المريض محطوط على جهاز تنفس صناعي مش قادرين نفصله، فبنحتاج ان احنا نعمل له تثبيت جراحي. لكن في غير كده في معظم الاحوال الاستجابه للمسكنات بتبقى مناسبه والمريض بيتعافى بشكل كويس.